كان عليك أن تأكل بدون يدين فهذا ليس رائعا. حتى لو كان أمامك ضيافة لذيذة فمن المستحيل الاستمتاع بها دون يدين، لكن أبطالنا يجب أن يتحملوا ويضحكوا كل المشاهدين. مرحبا بكم في تحدي رابابا. الآن سأستمتع ببيضة كندر اللذيذة. نحن نريد أيضا. كلا ابتعدوا ابتعدوا، حتى أنني أعرف كيف سأفتح هذه البيضة بسرعة. لن أعطيها. أبعدي يديك، أنا بحاجة لتعمل مع البيضة. يمكنني أخيرا أكل بعض الشوكولاتة اللذيذة. وأنا أيضا أريد. في الواقع هذه البيضة لي، لذلك الجائزة هي لي. والآن هل أعجبكم ذلك؟ يد واحدة. لا يدين على الإطلاق. وأنا مع اثنين، أنا محظوظة. ما هذا؟ لا أريد أن أكل البيض. انتهى الأمر، لماذا تم وضعهم هنا على الإطلاق؟ بالضبط، هم مقرفون جدا. لا تقولي، ما الفرق الذي يحدثه أكل البيض اللذيذ؟ بما أن لدي يدين سأبدأ. ليس ذلك رائع، انظروا إلى هذا الجمال. رائع، أنا الذي كوفئ على شجاعته. أنا أخبرتكم. بالضبط، أنا فقط أحب الكعك. لماذا أنت جالسة؟ إنه دورك. كيك، إذن على سبيل المثال خذ هذا. انظري إنها تعمل. كسرت البيضة ولدي كعك، رائحتهم لذيذة جدا. لقد كسرت هذه البيضة لسبب ما، الكعك لذيذ. أوافقك، فقط فيفيان بقيت بدون حلويات. لماذا تجلس هناك؟ حان الوقت بالفعل. جاهزة؟ أين جائزتي؟ يا له من جمال. حسنا لا بأس، خذوا هذا. كيف؟ نحن جميعا نفس الشيء الآن، وكنتم فقط تضحكون. بدون يدين، أنا مع اثنين، أنا لدي واحدة. كم أنا محظوظة، أنا فقط أحب الأجنحة، خاصة عندما يكون هناك الكثير منهم مثلي. رائع، في الواقع هناك الكثير. أنا بالطبع لدي أقل، لكنني متأكدة من أنها لذيذة مثل طعم خاصتك. أنا أيضا لا أرى سبب للانتظار. رائحة هذه الأجنحة لا تصدق. من السهل عليك أن تقولي ذلك. كيف يمكنني أخذ جناح واحد على الأقل؟ أنا حقا لا أعرف. من الواضح أن شيئا ما ليس صحيحا معي. كو 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 كو. مرحبا يا دجاجة. يا لها من دجاجة. فيفيان، ما هذا تحت أجنحتك؟ لا أعرف، لم ألاحظ. أحتاج إلى النقر. هذا لطيف جدا، أنا أستحق أيادي جديدة لأكلها. هذا رائع. نعم حقا، غير عادي تماما. أنا أيضا لن أرفض هذه الأيدي. مريحة ولذيذة. مهلا، لماذا ترمين العظام؟ أتساءل ماذا سيحدث إذا ضغطت عليها؟ ماذا؟ سيظهر المزيد من الأيادي. ماذا لو ضغطت مرة أخرى؟ ثالث مرة. سيكون لدي المزيد من الأيادي، لكن لا يمكنني أكل الأجنحة هكذا. أوه، انتهى الأمر. لقد سئمت من هذا الزر الغبي، سئمت منه بالفعل. لدي يدان، لدي واحدة، لدي صفر، هذا ليس عادلا. واو، كوكتيل رائع، خاصة مع هذه القشة. لا داعي للقلق من أني أكل بدون يدين اليوم. ولدي كوكتيل مذهل، كم أريد أن أشربه عاجلا. ماذا لدي؟ لماذا لدي كاميرا؟ أريد حقا الكوكتيل، ماذا سأفعل بها؟ التقطي الصورة لي. نعم، لا يمكنني فعل أي شيء آخر. ابتسمي. انظري، اتضح أنها جيدة. من أين أتى الكوكتيل؟ حقا من الصورة. نحن بحاجة للتحقق مرة أخرى. أوه ماي جاد،
مذهل، هذه كاميرا سحرية تحضر لي الكوكتيلات اللذيذة. ربما يكفي التقاط صور بالفعل. نعم، كيف تحبين إذا ظهرت السمكة أمامك؟ مثير للإعجاب. أتساءل أي كوكتيل سيظهر أمامي هذه المرة. أأمل موز. أوه، مقرف. أكرهها، السمكة كريهة الرائحة. من الأفضل أن تسبحي هنا حبيبتي. اللعنة، ماذا علي أن أشرب الآن؟ أنا مرة أخرى بيدين. أنا مع واحدة وأنا سأعاني بدون يدين. هذا جيد جدا، أود فقط أن أتناول الغداء. نعم، الوجبة السريعة رائعة عندما تتناوليها. أين خاصتي؟ أتمنى لو كان لديك. هنا لدي بطاطس مع صوص، وهذا هو مزيج مفضل لدي. ها، دلو كامل من البطاطس. لست بحاجة إلى صلصة، فهي لذيذة جدا في حد ذاتها. أريدها أيضا. هذا لا يكفي بالنسبة لي. أوه، هذه البطاطس لذيذة. أوافقك، إنه الأمر مؤسف أنها تنتهي بهذه السرعة. لقد حصلتم عليها على الأقل. لدي كاتشب فقط. كيف سأكله بدون بطاطس؟ أوه، المزيد. بالضبط، سأخذ بعضا من شارلوت. كان من السهل أكثر مما كنت أعتقد. غريب، لكن لماذا هي مقضومة؟ ربما حظي. نحن بحاجة لأخذ المزيد. كم هو ملائم. أنا لا أفعل شيء، لكن البطاطس تأتي إلي من تلقاء نفسها. كانت البطاطس لي. لا مشكلة، أعرف كيف أنتقم. كيف تحبين البطاطس الحارة مع التباسكو؟ أعطني المزيد. سيكون الجو حارا. أوه، كم هو حار. شارلوت، فيفيان تسرق البطاطس. سأعلمها درسا. خذي هديتك. يا لك من لصة. لا تهتمي، لدي مصائد لمثل هؤلاء اللصوص. مصائد الفئران تعمل بشكل جيد للغاية. هيا فيفيان، أحضري بعض البطاطس. سوف أسرق المزيد. أوه، كم هو مؤلم. أصابع المسكينة. تستحق ذلك أيتها اللصة. لدي يد واحدة وأنا بدون أيدي. ولدي اثنين، رائع. كيف نأكل بدون يدين؟ واحدة أيضا غير مريح. أما أنا مرتاحة، يمكنني أكل البطيخ كيفما أريد. يمكنني حتى أن أقوم بذلك للحصول على عصير بطيخ رائع ولذيذ. أجربها. مهلا. كم هذا مؤلم. ماذا أيضا، هذا البطيخ لي. هيا، لابد لي من التعامل مع البطيخ بنفسي. كنت أعلم أنني أستطيع أن أفعل ذلك. أتساءل كم هو لذيذ. بحاجة للمعرفة. ابتعدي، هذا البطيخ لي. تذكري أن السرقة ليست جيدة. حسناً، لكن كيف يمكنني كسر خاصتي؟ لا، هذا بالتأكيد ليس خياراً، إنه مؤلم للغاية. أليس هذا مؤلم كثيراً؟ خذي السكين في أسنانك. أنا لا أبحث عن طريقة سهلة، لذلك كل شيء سوف يعمل بالنسبة لي. إنه ينجح. إن البطيخ يطير نحوي. أنا أيضاً. هاي فيفيان، هل أنت على قيد الحياة هنا؟ ساعدوني، أنا عالقة. أنت كالرجل الحديدي. بدون يدين. أنا مع اثنين، واحدة ليس سيئاً. رائع، لذيذ. مع لعبة، لكن من الصعب اللعب بدون أيدي. من الأفضل أن أكل فقط، لكنها ليست سيئة أيضاً.
تعلمي مني، انظري لقد حصلت بالفعل على مجموعة من الحلويات مسبقاً. أنا جيدة في ذلك أيضاً وإن كان بيد واحدة. وأنا؟ إذن يمكنني أن أخذ منك أيضاً، أعطني الرقائق. لن أرفض أي طعام، وبشكل عام أقدر الأشياء اللذيذة. لا، سأكل الكعكة بنفسي. يكفي، أعطني إياها. يريدون أن تتركيها وسيقدموا لك مكافأة. هذا لا يكفي، إنهم يقدمون لك كل الحلويات، كل حلويات. الآن أنا سعيدة. ممتاز. أنا مع يدين، سعيدة الحظ. ليس سيئاً مع يد واحدة، لكن سيء بدون أيدي، لا أحب ذلك. حسناً، لا يمكنني أكل المعكرونة بدون يدين. كيف سأفعلها؟ بالتأكيد سأفكر في شيء، وأنا حتى لا أقلق، أريد فقط أن أكل. لكن جوليا، ابدأي. لدي طريقة. هذا يبدو مقرفاً. الآن أنا، إنه أسهل بكثير بالنسبة لي. كم هي لذيذة، ببساطة سحرية. مهلاً، أنا لا أفهم، كان بإمكانك تناول الطعام بعناية أكثر. أوه، الآن أنا كلي في المعكرونة حتى على رأسي. حسناً، سامحيني، ليس عن قصد. إنها عالقة أيضاً، كيف أزيلها؟ أنا أرى ذلك. لا مشكلة، سأكل هذه المعكرونة أيضاً. هل تعتقدي أن الأمر بهذه البساطة؟ إذن كيف ستتعاملي مع مجموعة كاملة من المعكرونة؟ لماذا تفعلي هذا؟ هذا غير سار. إنه أمر غير سار بالنسبة لك، لكنني أستمتع كثيراً. ما هذا؟ من أين تطير المعكرونة؟ أنا كلي في المعكرونة. نعم، أنا أرى. فظيع. أوافقك، هيا. وأنا أيضاً في المعكرونة، هذا رعب حقيقي. واو، هذا لطيف. هناك مفاجأة كندل لنا. مفاجأة كبيرة وضخمة. ليس سيئاً. لنكتشف ماذا لدي. ماذا؟ أوه، خدعة. البيضة نيئة. أردت لعبة. الآن أخشى أن أجرب. شوكولاتة، رائع. هناك بيضتان صغيرتان في الداخل. أوه، إذن هي بيض نيئ. لا أريد أن أكل البيض النيئ. بالضبط، يمكنني تربية الدجاجة. ماذا تفعلين؟ سوف نكتشف الآن. انظري، البيضة تتحرك. انظروا فقط، هناك صيصان حقيقية صغيرة ورقيقة. إنها جميلة للغاية. دعونا نرى ماذا يوجد تحت الأغطية، سوف أتحقق. أوه، ربما بدا لي. لا، لا يبدو، لا يوجد شيء من هذا القبيل. هيا انظروا، سألقي نظرة. وأنت أيضاً، فو هذا؟ نحن نعرف بالضبط ما هو، كم هو نتن مرعب. أوستن، ربما لا يجب أن تفتحه. ولدي أيضاً أكثر. حسناً، ربما تكون شوكولاتة. لا تبدو أنها نتنة. جوليا، لا. إنها حقاً شوكولاتة، بتعبير أدق، إنها نوتيلا وأنا أحبها. جربي خاصتي أيضاً. هيا، لم أعد خائفة من أي شيء. كل شيء نوتيلا، على وعلى ذلك إنها لذيذة جداً. أوستن، جربها. إنها لذيذة. قدم لي إما. بالضبط، إما خذي. رائع، أعطني المزيد. السمك، إنها مقرفة ونتنة. إما ابدأي.
نعم إما هيا. أنا؟ حسناً لدي سمكة صغيرة على الأقل. ما هذا القرف؟ أوستن تفضل. لا أستطيع، إنها كريهة الرائحة. أفضل السماح لها بالذهاب، سأدعها تعيش. لا أريد قتل السمك المسكين. جوليا حان الوقت لك. لدي فكرة. الآن سيكون هنا تحفة طهي. رائحتها سحرية، نريد أن نأكل. الآن هذا يكفي للجميع. تفضلوا، لن تأكلوا ألذ من هذا السمك. أتساءل ماذا يوجد هذه المرة؟ اللعنة واحدة فقط وهي صغيرة. هاي إنها كبيرة ولذيذة، أنا جاهزة لأكلك. ولدي صغيرة جدا. أنت لست وحدك، انظر إلى أما. ما الذي تحدقون إليه؟ إنها مجرد لذاذة. لدي واحدة رائعة أيضا ولكنها صغيرة جدا. هناك أيضا شائحة لق في أسناني. جوليا، هل يمكنك تقسيمها إلى قسمين؟ لا حقا، اسأل أما. حقا لذيذة جدا. أما شاركي مع صديقك المفضل. مطلقا. حسنا حسنا. هل تعرفين كيف تجعلينه ألذ؟ مع الصلصة. خذي هذا، إنه لذيذ جدا. جوليا تفضلي. إنه رائع. سأحترق، امسكوني، أنا أسقط. اهدئي، سيكون الأمر صعبا علينا جميعا. دعوني أبدأ. أوه، الفلفل جاهز العودة، أعطوني ماء. تفضل، خذ هذه. لا هذه، قلت لك هذه. سأخذ كليهما ببساطة. أوه، شكرا جوليا. هيا كلي. أنا ربما لا ينبغي لنا. هيا كلي بسرعة. حسنا. أنا مثل التنين، كأنني سأخرج النار. الآن إما. أعتقد أن الوقت قد حل للذهاب. أنا موافق، هيا لنهرب. أنا قوية، أنا أستطيع. ماذا؟ نعم، إنها حلوة، حلوى حمراء المفضلة لدي. رائع. مهلا. لا، مع ذلك اجلس هناك. واحد، اثنان، ثلاثة. هل هذا كل شيء؟ يا له من بطيخ صغير. لكن لدي بطيخة عملاقة. أوه، مذبحة. أنا محترف في تقشير هذه البطيخة. يبدو مخيفا. يبدو الأمر كما لو أنك تقطع أناسا حقيقيون. انظروا إلى مدى نظافة البطيخة. ماذا؟ اللعنة، لقد فقدت بطيختي. هل تعلم أنه يمكنك التحقق من الداخل بالطرق؟ انتباه. أوه، لكن دعوني أخرج، لا أستطيع رؤية أي شيء. سأنزعها الآن. إنه لا يخرج، ماذا سنفعل؟ أعتقد أنني أعرف. نظراً لأنه لا يمكن خلع البطيخة، يمكننا التعايش معها. مسألة أخرى. ما زلت لا أرى أي شيء، ساعدوني. أوه، انظروا، إنه بروكولي، أنا أحبه. أوه، أنت تحب أكل العشب. أحب هذا. تحبه؟ نعم، أنت مجنون، لكن سأبدأ. أوه، حتى أنه مقرف. طعمه بالضبط نفس المذاق. سأخذ قضمة. أنا على وشك التقيؤ. إيو. هيا هنا. أشعر بتحسن. قفي، لم أكن أعلم أنه يمكنك فعل ذلك. الآن أنا سأكل. حان الوقت لأكل قبعة. البروكولي صحي جدا، الآن أنا أقوى وأكثر صحة. إذن جولة جديدة.
هذه البسكويتة صغيرة. بالضبط، لدي مسدس سحري. الآن إنها مسألة أخرى. أعطيه لي، أنا بحاجة أيضاً. مرحى، انظروا، لقد نجحت. ينمو بسرعة فائقة، انظروا كم هي لذيذة. لذيذة؟ والآن أنا أتساءل كم يمكنني تكبير البسكويتة. هيا نكتشف. انظروا كم تنمو بسرعة. لكن أين ذهبت؟ لا تحتاج إلى المبالغة في ذلك. لقد تعرضت للهجوم. ودعاً أوستن، الأوريو لنا، وهي ضخمة. يمكن للأطعمة الكبيرة والصغيرة أن تجعل حتى أقرب أصدقائكم يتنافسون، ودائماً ما يتحول إلى مغامرة ممتعة وحقيقية، خاصة إذا كنتم في تحدي يا بابا.